أخبار اليوم. كافة الدول الأفريقية دون استثناء وبما يجب إطلاق الميزانات الهائلة التي تتمتع بها هذه الدول من إطلاق الشرق المتبادلة وتجديدها على تبني سياسات اقتصادية صديقة للبيئة وبما يعود النفع على المجتمع الدولي في إطار صحيح من تحقيق هدف عام هدف من عدم زيادة درجة حرارة الأرض على درجتين مئوية. قد ارتأيت إحاطتكم بالأهداف الأساسية للمبادرة والتي نعمل على صياغة كافة تفاصيلها في المستقبل القريب لكي أبرز حرص الدول الأفريقية على لعب دور بناء ومؤثر في التحركات الدولية الرامية للتصدي لتحديات تغير المناخ. وكما ذكرت في بيان أمس أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أنني أطالب المجتمع الدولي وخاصة القيم المتقدمة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والقطاع الخاص العالمي لتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، علما بأنها المبادرة الوحيدة التي تربط بشكل مباشر بين زيادة معدلات التنمية من جانب والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ من جانب آخر. كما أدعو فخامة الرئيس التونسي إلى أن يسهم معنا في حجز الدعم الدولي اللازم للمبادرة لضمان تحقيق أهدافها المشروعة، خاصة في ظل الدور الدولي الرائد الذي تلعبه فرنسا في هذا المجال. لن يفوت لي أن أطالب شركائنا الدوليين بإيجاد أشكال الدعم اللازم للمبادرات الإفريقية الأخرى التي نعزوها لتعزيز جهودنا في التكيف مع تغير المناخ، حيث نعتبرها حجر الزاوية في التعاون الدولي في هذا المجال ومكملة لمبادرتنا حول الصحة المتجددة في إفريقيا. وأتطلع إلى الاستماع طموح ومستدام ومتوازن للتصدي للتحديات المناخية التي نواجهها جميعا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.